Your Majesty, King Ahmad bin Isa al-Khalifa. Ahmad bin Isa al-Khalifa. أشكرك جزيلا على هذه الجلسة وعلى هذه الضيافة العظيمة. أصحاب الجلالة، أصحاب السمو، أصحاب الفخامة، الأمين العام سيد أبو الغيط. لقد ولدت في لسبون. هي جزء من الأندلس، وكانت مركز الحضارة في إسبانيا، وهي كانت مركز بغداد ومركز الحضارة في العالم أيضا. التاريخ يتحرك ويمضي، والجانب الاقتصادي والعسكري والاقتصادي غير العالم في الوطن العربي، إن معظم الدول العربية تم استعمارها منذ عقود وقاتلت للتحرر، وبعضها كان حروبا أيضا، ولابد من استغلال هذه الثروة أيضا في هذه الحالة. لكن اليوم مرة أخرى العالم يتغير، وإننا نشهد الكثير في الوطن العربي. لدينا الموارد، ولدينا الثقافة، ولدينا الشعوب أيضا. إن الشروط والظروف للوحدة والنجاح في هذا العالم، والرؤية أيضا مهمة جدا التي تحد من تصاعد الصراعات أيضا والإرهاب في الوطن العربي والعالم، من أجل التطور ومن أجل ثقافة ورفاهية الشعوب. والتغلب على هذه الأشياء يتطلب الكثير من المعالجات أيضا، وكذلك الجهود الكثيرة من أجل السلام في الوطن العربي وما وراء ذلك. أصحاب السعادة، نحن نعاني من الكثير من الأمور التي تحصل في غزة، والتي نأمل أن لا تؤثر على المناطق الأخرى، وهذا يعتبر أكبر صراع مرة حول الصحفيين والعالم والمدنيين. وبالطبع لا يمكن لشيء أن يبرر ذلك بالهجوم 7 أكتوبر من قبل حماس. ولا يمكن لشيء أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني. إن مأساة الشعب الفلسطيني المدني تتصاعد وتتفاقم أيضا، وكذلك الأطفال يعانون من الأخطار ومن المشاكل أيضا، ومن أجل البقاء الإنساني أيضا. وفي الهجوم على رفح غير مقبول بأي شكل من الأشكال، عندما نحتاج لإنقاذ الحياة وتقديم أيضا المساعدات الإنسانية طبعا بقطاع غزة، وهذه العمليات أيضا في قطاع غزة للاجئين الفلسطينيين عبر الحدود تحتاج إلى دعمنا والمالي والجهود أيضا. وكذلك أيضا التوترات المتصاعدة في القدس أيضا تتصاعد بوجود المستوطنات والمستوطنين أيضا الذين يقومون بهذه الدمار لهذه المساعدات والتخريب أيضا. الطريقة الرهيبة الممتازة التي لابد من اتخاذها للوصول إلى حلول للعيش الفلسطينيين والإسرائيليين مع بعضهم البعض جنبا إلى جنب أيضا، وفي القدس وفي المناطق الجغرافية أيضا، وكذلك لابد من تعزيز أيضا الأماكن المقدسة بوسط المملكة الأردنية الهاشمية. أصحاب السعادة، إن السودان أيضا الحرب تدمر البلد أيضا وتدمر الشعب أيضا والمساعدات الإنسانية أيضا. تقريبا 18 مليون شخص يعانون من المجاعة في إيران، وهذا يعمل على تعزيز السلام
والعمل على وقف إطلاق النار، ويبدا من اتباع ذلك بهذه العملية التي أضمن الكثير من الدعم من الأمم المتحدة لهذا الموقف لحماية أيضا الأماكن الهشة في ليبيا واليمن. أيضا إن مشكلة اللاجئين أيضا وكذلك الشعب السوري أيضا يعانون الكثير من هذه المشاكل. أدعو الشعب السوري للتوحد مع بعضهم البعض وإزالة الخلافات فيما بين الشعب السوري واحترام الحقوق الإنسانية للجميع. أصحاب السعادة، نحن نواجه مسألة سورية كبيرة أيضا، والجوع والتفرقة أيضا، وهذا نحن بحاجة إلى الكثير من إصلاح النظم السياسية من مجلس الأمن لتمثيل هذه الواقع وعدم الانجرار إلى حرب أخرى كبيرة، وكذلك تحقيق العدالة أيضا على المستوى العالمي أيضا. وفي القمة التي حصلت في نيويورك في سبتمبر، هنا لا يوجد هناك وقت للتوحد في الوطن العربي أكثر من ذلك، وكذلك تعزيز الأصوات في المناطق أيضا. لابد من تحقيق السلام المهم في هذا العالم. لتقديم الدعم والشراكة من قبل الأمم المتحدة. شكرا لكم جميعا.